أعلنت الحكومة العراقية الأربعاء عن تأجيل عقد القمة الثلاثية المزمعة مع مصر والأردن إلى شعار غير مسمى. وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم أن العراق يقف مع استقرار الأردن وأمنه، لافتا إلى أن الأردن أصبح شريكا أساسيا للعراق ضمن هذا المشروع وكذلك مصر العربية. وهذه هي المرة الثانية التي يتم فيها تأجيل عقد القمة الثلاثية، حيث تم تأجيلها أول مرة بعد حادث تصادم قطارين في مصر الذي أدى إلى مقتل وإصابة العشرات من المواطنين المصريين. صادق الرئيس العراقي برهم صالح اليوم على الموازنة الاتحادية للعام 2021 وفق ما أفاد به مصدر، الذي أضاف أنه تم إرسالها إلى وزارة المالية للبدء بالعمل بها اعتبارا من يوم غد الخميس. وكان نائب رئيس مجلس النواب بشير حداد أعلن أمس عن إحالة المجلس قانون الموازنة العام الاتحادية للعام 2021 إلى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليها. افتتح وزير الصناعة والمعادن منها العزيز الخبازي اليوم الأربعاء معمل أسمنت الفلوجة الأسود في محافظة الأنبار التابع إلى الشركة العامة للزجاج والحراريات والمستثمر من قبل الشركة الغربية لصناعة الأسمنت بعد أن كان متوقفا منذ عام 1986. أكد وزير النقل اليوم الأربعاء بدء العمل بمشروع القطار المعلق قريباً، وقال مدير إعلام الوزارة حسين الخفاجي أن خطط مشروع القطار المعلق في بغداد جاهزة، وهناك تنسيق ومفاوضات مع أمانة بغداد والشركة المنفذة وجميع الإجراءات بأتم الاستعداد وبانتظار بدء العمل في المشروع ليرى النور قريباً. من جهة أخرى أشار إلى تجهيز حافلات ذات الطابقين مكيفة وحديثة المنشأ في شوارع بغداد الحبيبة، ما يسهم في الانفتاح أو افتتاح خطوط جديدة لها داخل بغداد. سجل العراق اليوم الأربعاء أعلى حصيلة إصابات بفيروس كورونا منذ تفشيه في البلاد، والمقلق في الحصيلة هو زيادة الإصابات بواقع 1000 إصابة بشكل يومي، ما ينذر بفقدان السيطرة وتفاقم الأوضاع. وأعلنت وزارة الصحة والبيئة تسجيل 8331 ألف إصابة تحديدا بفيروس كورونا خلال الساعات 24 الماضية، وسجلت أيضا 37 حالة وفاة أثر الإصابة بالفيروس. وتعد هذه الحصيلة التي سجلت اليوم هي الأعلى منذ تفشي الوباء في العراق.